يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد وعليكي على الأقل دقيقتين كل اثنين، أو كل اثنين على الأقل دقيقتين. برنامج اللي أنا قلنا نزلكم برنامج اللي أنا قلت لكم راح نزلكم يا كل اثنين، سامحوني آخر أسبوعين ما نزلت لكم. أسبوع اللي طاف كنت ناوي أنزل حلقة مع فيصل السيف، كان موجود بالكويت بس قدر الله الوقت نهائيا ما كان في وقت، وأسبوع اللي قبله ما كان في أخبار نهائيا. فخلنا نتكلم على طول عن شنو الأخبار اللي أنا راح أتكلم عنها هذا اليوم أو هذا الاثنين. أول شيء الإشاعات اللي قاعد تطلع وايد الحين إن نظام تشغيل مال أندرويد عقب إصدار 7.0 أو أندرويد نيوجت راح يوقف. من أول شيء أقول لكم هالكلام هذا غير صحيح. أولاً إذا ما تصدقوني، النائب رئيس مال شركة جوجل طلع ونفى الموضوع. بلشت الإشاعة قبل مؤتمر جوجل بيكسل والبيكسل إكس إل لما قالوا إن نظام تشغيل مال كروم أو إس مع نظام تشغيل مال أندرويد راح يدمجونهم مع بعض ويسووا لنا نظام تشغيل جديد اسمه أندروميدا. وهالشيء هذا ما صار ونفى نهائياً من شركة جوجل، قاعد يقولون إن كروم أو إس إز فاين، أندرويد إز فاين، ما لهم شغل ببعض. وطبعاً هالإشاعة هذه طلعت لأن فجأة صار كروم أو إس يدعم الـ APK files أو system files اللي أنت تقدر تشغلها على نظام تشغيل مال أندرويد، وهذا شيء وايد ممتاز حق الناس تستخدم كروم او اس لان البلاي ستور مال نظام تشغيل مال اندرويد متروس تطبيقات، فما له شغل لانه هم خلوا ان التطبيقات تشتغل معناته انهم راح يدمجون النظامين نهائيا لا. والشغله الثانيه اللي الناس وايد قامت تتحكي عنها في حاله انه والله الاندرويد 7.0 وقت راح يكون اخر اصدار، ليش؟ لان في مشاكل بنظام تشغيل مال اندرويد، لان على جافا وجافا وايد ثقيل، لان تحديثات ما تصير اول باول، لان سكيورتي باتشز مو قاعد تنزل اول باول. هذا كلام هم مره ثانيه غير صحيح نهائيا. نظام تشغيل مال اندرويد مستحوذ على اكثر من 85% من السوق، 85% من التليفونات الموجوده بالسوق عليها نظام تشغيل مال اندرويد. نقطه ثانيه، حلت مشكلة الثغرات الأمنية من إصدار 5.0 أندرويد لوليبوب من قبل سنتين هالكلام، فالتليفونات اللي ما عليها تحديث ما بعد أندرويد لوليبوب أكيد راح يكون فيها ثغرة أمنية. بس بالمقابل هذا شيء مو معناته أن كل التليفون راح يكون برونتو هاكينج، مو معناته أن كل التليفونات راح يصير فيهم ثغرة أمنية. شغلة ثانية، إذا أنت كنت قاعد تشتري تليفون خلال سنتين طافوا، اقرب مالهم راح يكون عليهم اندرويد لوليبوب، ما راح يكون عليهم لا اندرويد كيت كات او غيره من الاصدارات اللي كانت قبل لوليبوب اللي كانت مو مشفره. فهذه المشكله اوريدي انحلت، اي تليفون عليه تحديث هوائي من بعد 5.0 راح يكون مشفر، ما في الثغرات الامنيه اللي انت كنت تحاتيها قبل. اصلا هذا موضوع الموضوع الثاني نتكلم فيه، في حاله اذا جوجل صج ينت واستخفت وقالت ان انا ما راح ادعم نظام تشغيلي مال اندرويد حق السبب الثاني التحديثات الهوائيه اللي تطول، تقدر تحلها بطريقه ثانيه، تقدر تلزم الشركات ان هم يسوون نظام تشغيلي يكون عليه اندرويد خام ويسوون الكاستم لونشر اللي هم يبونه على التليفونات. شلون يعني؟ يعني تقدر انت شلون الحين تنزل نوفا لونشر على اي تليفون تبي، تقدر باكر تنزل ال HTC سنس على اي تليفون تبي، التاتش ويز مال سامسونج، LG GUI على اي تليفون تبي، هواوي MIUI MIUI، اي نظام تشغيلي عاجبك تنزل على اي تليفون تبيك هاللونشر مو سكن لونشر، وهذا راح يخلي التليفون يكون نظام تشغيلي مال اندرويد خام. الكيرنل راح يكون متحكم من شركه جوجل، فالتحديثات كلها تنزل على كل التليفونات. جوجل مين عايزانه تنزل كل التحديثات على كل التليفونات بنفس الوقت؟ سيرفرات مالت جوجل هي اللي قاعد تحدث لك تليفونات النكسس على سبيل المثال، والحين النكسس تليفونات لو نشوف الشريحه مالتهم قاعد تتحدث حق اخر نظام تشغيلي انت يا اندرويد نوجت. ابل كل مؤتمر تطلع لك وتحط لك الباي شارت هذا اللون اخضر وتقول لك شوف اندرويد شلون 90% من تليفوناتهم ما تحدثت حق اخر تحديث، 90% من هالتليفونات مو نكسس، هذه تليفونات مو تحت تحكم جوجل، هذه تليفون تحت تحكم سامسونج اتش تي سي سوني وغيرها من الشركات. وبعدين نظام تشغيل مال اندرويد موجود على التلفزيونات، على ميكروويفات، غسالات، على سيارات، على كل شيء، فما تقدر انت تلزم كل الناس ان تحدث، انت مسوي اوبن بلاتفورم سيستم، هذه السياسه تختلف تماما. نفس ما ابل تغصب الناس على امور، اندرويد وجوجل تخلي الناس تسوي اللي تبيه. فانت هني ما يصير تاخذ المقياس ان تليفونات ما تتحدث لانه مو تحت تحكم جوجل. بالمقابل لما اشوف تليفونات اللي تتحدث عن طريق جوجل راح تكون شريحتها اكبر من تليفونات اللي تتحدث عن طريق شركه ابل. فخلينا نقول على سبيل المثال عقب الحكي هذا كله شركه جوجل بتقول اوكي انا ما بيستعمل اندرويد، انا راح اشيل اندرويد من السوق لانه بطيء على سبيل المثال. اوكي اذا شالتها اليوم، وهذا الخبر المفروض انتم ما تصدقونه الا من جوجل نفسه، راح ياخذ على الاقل 5 سنين عشان يطلع من السوق. ناخذ بعين الاعتبار شركه نوكيا مع سيمبين، لما نوكيا قالت ان هي راح توقف استخدام نظام تشغيلي مال سيمبين بسنه 2011 وراح تغير الاستراتيجيه مالتها وراح تستخدم ويندوز فون وراح تصير هي استراتيجيك بارتنر مع شركه مايكروسوفت، قاعد النظام تشغيلي 4 سنين بالسوق لين تلاشى تماما وصار 0% من على اي تليفونات موجوده بالسوق. معناته ان انت اي نظام تشغيلي عندك ياخذ للمينيمم ما بين 4 سنين إلى 5 سنوات عشان كومبليتلي يصير فلاشت اوت يطلع برا السوق. فما يصير ناخذ بعين الاعتبار الحكي الناس اللي تقول لك اياه لانه والله اشاعه اسمعوها. لو تدش الحين انت على جوجل وتكتب جوجل راح توقف نظام تشغيل مال اندرويد، راح يطلع لك يمكن اول خبر ديبندنج على الريجن اللي انت فيه، خبر من موقع اسمه ابل انسايدر. هذه الامور اكيد راح تطلع لك من مواقع اللي تحب تروج اشاعات عن نظام تشغيلي منافس لها
او لها مصلحه عامه او شخصيه ان نظام تشغيل مال اندرويد يطلع من السوق. فلا تاخذون كل كلمه تسمعونها صدق او واقع، وكنسيدر المصادر على قولتهم، تاخذ من المصدر الرئيسي. بالنهايه حتى انا كاحمد وعليكي بقناتي باليوتيوب اعطيك تجاربي، اعطيك مراجعه، يعني الحين انا قاعد استخدم الون بلس 3 تي، اعطيك رايي بالون بلس 3 تي عقب ما اخلص استخدامه. ما راح اجي اقول لك ترى سامسونج جالكسي اس 8 تماما راح يجي بدون 3.5 ملي، راح يجي ب 15 كاميرا من الخلف. انا منو عشان اعرف هالشيء؟ ففكر فيها، شركه مايكروسوفت ويندوز فون من اول ما طلع صار لها 5 سنين الحين بالسوق ما تجاوز شريحه ال 4%، والحين صار تحت ال 1%، والحين ما طلع من السوق. تجي تقول لي اندرويد ب 85% اكثر من 85% بيطلع من السوق. الخبر الثاني اللي عندي اليوم راح يكون فعليا خبر، لعبه ماريو رن نزلت على الاي او اس ونزلت على الاب ستور مثل ما وعدونا قبل نهايه السنه، نزلت بالتحديد تاريخ 15/12 من قبل كم يوم، تقدر تنزلها سعرها $9.99 فيها ان اب بيرتشيزز اكيد، ولعبه شكلها وايد حلوه، وانا من محبين نينتندو واكيد ماريو، فمتلهف ان انا العبها، واكيد متلهف انها تنزل على نظام تشغيل مال اندرويد بالمستقبل القريب. الخبر الثالث اللي عندنا هم اشاعات مره ثانيه عن سامسونج جالكسي اس 8. الحين المتوقع ان سامسونج تعلن عن الاس 8 بمؤتمر برشلونه ام دبليو سي، وكالعاده يمكن تعلن عنه قبل بدايه المؤتمر بيوم واحد. والمؤتمر مال ام دبليو سي اوريدي حطوا لنا تواريخ من تاريخ 27/2 راح يبلش 4 ايام لقدام، فالمفروض يعني نعلن عن سامسونج جالكسي اس 8 في تاريخ 26/2 ان شاء الله. بس حاليا اكثر شيء قاعد نشوفه ان الناس وايد قاعد يحطون لنا مثل تابلوت، التابلوت اكيد نفس المقطع عالميه نفس جي اس ام ارينا، تشوف الناس شنو الشغلات اللي تحب تشوفها بالاس 8 وشنو الشغلات اللي تحب ان سامسونج ما تسويها بالاس 8، منها اكيد شيله فتحه 3.5 ملي. اتمنى يا رب سامسونج ما تشيلها، لان المتوقع الغالب اكثر ان ممكن هي تشيلها، كون ان ابل هي ترند ليدر وناس وايد تتبعها من ناحيه الشركات، كون ان هم يسوون مبيعات وايد كبيره طبيعي جدا وارد جدا ان سامسونج تشيل فتحة السماعة. اتمنى انها ما تشيل فتحة السماعة، بس وارد جدا انها تشيل سماعة. والخبر الاخير عندنا جي بورد. اذا انت تستخدم ايفون، خلال 6 اشهر اللي طافت كان في تطبيق على الايفون اسمه جي بورد، هو جوجل كيبورد. عيبه الوحيد اللي انا شفته بالاي او اس انه للحين ما يدعم اللغة العربية، كل ما ادخل احط عربي يقول لي كومينج سون. فانا كنت احط الكيبورد العادي مال الاي او اس اللغة العربية، احط ايموجيز وبعدين احط جوجل كيبورد استخدمه هو حق اللغة الانجليزية. الحلو فيه انك انت تقدر تسوي سيرش بجوجل اي وقت تبي، بس اللهم طلع الكيبورد. فالحين هذا التحديث نزل على جوجل كيبورد الموجود عندنا على النظام تشغيل مال اندرويد، وصار اسمه جي بورد نفس الموجود انت عندك على الاي او اس، وراح يستغل بنفس الطريقة. انصحك تحدث تليفونك تسوي له فورس ابديت علشان تشوف الجي بورد شلون يشتغل، وراح تستفيد منه صراحة. انا من الناس الوايد استفيد منه، كون ان انا باي محادثة ابي اذا بسوي سيرش على جوجل ما لازم اطلع من التطبيق اللي انا فيه، اسوي سيرش على طول. فبس سامحني على طالق صور، سامحكم تعيشون. احمد بعريكي في مال الله الكريم.